نتابع هذا التقرير أيضا عن افتتاح مهرجان ليالي القدس وبازار للمقدسيات، تقرير زميلتنا سجى الكيلاني. تحت شعار القدس عمران بناسها، باشرت المؤسسات والمراكز المقدسية الثقافية الأعضاء في شبكة فنون القدس شفق برنامج مهرجان ليالي القدس، حيث شهد اليوم الأول افتتاح بازار لمقدسيات. اليوم هو أول يوم للمهرجان اللي بيكون فيه بازار مقدسيات. احنا مجموعة مقدسيات جزء من اتحاد لجان المرأة، تم تشكيلنا من خلال الاتحاد من خلال تدريبات لصبايا اللي بالآخر فكروا في مجموعة مبادرات، فكرنا مع بعض انه نكون جزء من هذا المهرجان ونتشارك مع شفق وباقي المؤسسات، فحطينا برنامج لنا. بدأنا بموضوع البازار اللي هو الهدف منه دعم النساء المقدسيات اللي بيبادروا بمشاريع خاصة وتنموية. بازار يلا نشتري من القدس هو بازار مقدسي بدعم المقدسيين، النسوة المقدسيين، بيعمل لهم دعاية أكبر، بوجههم لسوق العمل، بدعمهم كفكرة، لأنه إحنا حابين إنه يكون له الشارع المقدسي له صوت أكبر، إنه يضل في حياة. البازار شكل مساحة اقتصادية لمنتجات محلية نحو الاستثمار المحلي المقدسي، عرضت به عدد من المنتجات اليدوية التراثية كذلك المأكولات الشعبية. عندي صفحة على الفيسبوك، عندي زباين كتير وعندي دعاية، بس كمان هو في ناس ما بتعرفني، أكيد في ناس بيجوا على الأجو على البازار واليوم تعرفوا علي وانبسطوا، أخذوا مثلا من شغلي وتعرفوا علي، ممكن يدخلوا على الصفحة يشوفوا الشغل اللي أنا بشتغله وإن شاء الله يكون عجبهم. يعني من ناحية مادية كمان إنه بساعد اليوم، بطلع شوية مصاري وماديا، وبعدين كمان من ناحية دعائية كمان. ليش اخترنا هذا المحل؟ هو تثبيت للهوية الفلسطينية في القدس. يعني القدس طول الوقت بتتعرض لتهويد، وإحنا كتير مهم إنه ننعش القدس وإنه نثبت هويتنا الفلسطينية من خلال الثقافة ومن خلال الاقتصاد اللي هم أهم أشياء عم بحاول الاحتلال إنه يمحيهم، اقتصادنا الفلسطيني وثقافتنا الفلسطينية. إذن يوضح جميع المشاركين أن الثقافة والحياة عامرة في القدس وممكن أن تزدهر أكثر من خلال سواعد أهلها. المهرجان سيستمر حتى الأول من نيسان ويشمل عدد من المشاريع الفنية، المسارات، الجولات، الأفلام والعروض الموسيقية، الندوات وورشات الأطفال، والجميع مدعو لإحياء القدس الفلسطينية. سجى الكيلاني زميلتنا، ألف شكر لإلك. مهرجان ليالي القدس، وبنضم لنا عبر سكايب السيد داود الغول مدير شبكة شفق. أهلا وسهلا فيك من القدس، صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. أهلا فيك، يعطيك ألف عافية على كل القمت في هذا المهرجان، وبدك بإذنك يعني تدخلنا للصورة بصورة مفصلة أكثر عن الوجواء العامة في المهرجان، العروض، بازارات، الورشات، والفكرة من وراء إحياء هذا المهرجان. مهرجان ليالي القدس هو جزء من الفكرة الأساسية لتشكيل شبكة فنون القدس شفق، وهي إحياء الثقافة بالقدس وإنعاش الاقتصاد والحياة بالقدس بشكل عام. فشفق من اسمها هو فترة المساء، الفترة اللي بنسعى لإحيائها بالقدس هي الفترة اللي بتكون المحلات التجارية بتسكر، الناس بتروح على بيوتها، فيش إيش نعمل بالقدس. فبالتالي إحنا بنعمل على تنظيم مجموعة من الفعاليات، وممكن نحكي هون على ليالي القدس بنحكيش بس على مهرجان، احنا بنحكي عن فعاليات متواصلة قديش بنقدر على مدار العام، بتنظيم فعاليات بفترة المساء وبفترات الأسبوع أو نهاية الأسبوع. الفكرة منها الشراكة أولا، تنسيق والتعاون، ما يكونش في تضارب. ثانيا يكون في للفلسطينيين بالقدس نشاطات اللي يقدروا يشاركوا فيها يكونوا موجودين، وهي الأنشطة بتدعم بنفس الوقت التواجد الفلسطيني، الهوية الفلسطينية، والتسوق من التاجر الفلسطيني بالقدس. أستاذ داود، بما أنه عم نتحدث عن هيك التواجد الفلسطيني يعني كواحد من أهم أهداف هذا المشروع، حدثنا عن إقبال يعني الجماهير الفلسطينية من حيث المناطق الجغرافية أيضا، يعني قديش هيك المقدسيين تفاعلوا فعلا مع هذا المهرجان، وقديش من الداخل الفلسطيني ومن بلداتنا وقرانا العربية كان في حضور.
طبعا في حضور من القدس اولا، لانه في عطش لمثل هاي الانشطه، في حاجه كبيره للفلسطينيين بالقدس لمثل هاي الانشطه الثقافيه اللي بيكون فيها تعبير عن الفلسطيني، عن همومه، عن مشاكله، عن احتياجاته. وفي تعاون وتنسيق مع الفلسطينيين بال 48. للاسف اهلنا في الضفه الغربيه او قطاع غزه او مواقع اخرى بتمكنوش يوصلوا بسبب الظروف السياسيه والحواجز وكل قضيه التصاريح، ولكن في تنسيق مع الفلسطينيين في الداخل ومع مجموعه من الجمعيات. بنتوقع مشاركه اكبر بالايام القادمه، لانه في انشطه اللي بتتم بالتعاون والشراكه. ونهاية البرنامج آخر نشاط عندنا في ليالي القدس هو جولة في قرى فلسطين في 48 بالتنسيق مع جمعيات ومجموعة من الناشطين في الداخل. أهلا وسهلا. التعاون الاقتصادي من قبل المحلات التجارية كم هو مهم برأيك؟ مهم جدا، لأنه الحاجة موجودة عند التاجر، عند الأهالي، عند الأطفال، عند النساء، عند الكل. فأول نشاط بدينا فيه بليالي القدس كان بازار لنساء مقدسيات، وآخر بقى نشاط بننتهي فيه بيكون كمان بيشمل بازار سوق الأرض. ما بينهما في مشاركة رائعة من التجار الفلسطينيين بالقدس بحملة تنزيلات لتشجيع التسوق بشارع الزهرة، شارع صلاح الدين والبلدة القديمة في القدس، وتقدموا لنا التجار بما يقارب 50 هدية لحملات بطاقة أنا فلسطيني وأحب القدس. بنهاية ليالي القدس رح نعمل سحب على الجوائز وتوزيع الجوائز على الفلسطينيين. طبعا شفق عملت على طباعة بطاقة أنا فلسطيني وأحب القدس، البطاقة مجانية تم طباعتها لكل مين بحب إنه يحمل بطاقة مكتوب عليها أنا فلسطيني وأحب القدس مثل هاي البطاقة. رائع. نعم، حلو حلو. رائع. وبنهاية حملت البطاقة في رقم عليها، لكل شخص عنده هذا الرقم هو بيشارك بالسحب وممكن يحصل على الجوائز اللي تقدموا فيها التجار الفلسطينيين بالقدس. مش حابين تغرونا شوي صغير أكثر، تحكوا لنا شو الجائزة والجوائز؟ في مجموعة من الجوائز، منها جوائز رمزية ومنها جوائز أكبر، يعني في قدموا لنا سبتاني أجهزة كهربائية، وفي منها كتب، في منها ملبوسات، في منها يعني مجموعة متنوعة من الهدايا. رائع. داود، هيك لحتى مثل هاي النشاطات هيك فعلا تكون ملهمة يمكن لجهات وأشخاص آخرين اللي حابين يمشوا على هذا الدرب وبهدف إحياء القدس مثل ما حضرتك ذكرت، هل فعلا شايفين أنه يعني أنتم باتجاه تحقيق أهداف هذا المهرجان؟ وناخذ بعين الاعتبار قديش فعلا هيك الثقافة وهي الأفكار بإمكانها أن تكون محرك نحو هذا الاتجاه. احنا بنحب نسمي ليالي القدس احتفاليه اكثر من مهرجان، لانه هاي مش مهرجان سنوي. احنا طموحنا انه والهدف من ليالي القدس انه يكون بشكل متواصل، بشكل متواصل في حياه بالقدس فترات المساء وبشكل دائم. فهون احنا بنحكي هدفنا هو متواصل، حتى لو حققناه بهذا الاسبوع او حققناه بالمره الماضيه، فمش ما حققناش هدفنا النهائي. هدفنا النهائي بشكل متواصل تكون القدس مليانة بأهلها وناسها. ولهذا السبب احنا رفعنا شعار في ليالي القدس انه القدس عمرانة بناسها. يعطيكم ألف عافية عن احتفالية ليالي القدس. كنت معنا عبر سكايب الأستاذ داود الغول، شكرا لك ويسعد صباحك. شكرا لك. Noch einmal guten Morgen. اللي الماني انت في برلين اليوم. اليوم بدات ابدع باللغات، حكى روسي قبل شوي، قصه الماني وانجليزي مع مرشد. موهوب ان شاء الله. انا ممثل باللهجه، انت ناسي. لا. لا. طيب مجددا صباح الخير في العربي. برلين، بدك تحكي لنا سريعا عشان نرجع نستغل كل قضيه المهرجان، مهرجان حيفا السينمائي. ليه 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 برلين وايش عم بتساوي هناك؟ انت الدي جي في برلين كمان بالاضافه. خلص يا زلمه فضحتنا اليوم، بدي افضحك اكثر انا كل الاخبار حصريا. صحيح. ليش برلين؟ لسببين. الاول كثير شخصي، بمعنى كفلسطينيه عايشه تحت الاحتلال وبنت عكا، وهذا ممتد من شو عم نحكي كلنا. كل وقت كنت بدي اعيش في مكان فيه منليه لاصدقاء العرب، كل الوقت بدي اعيش في مكان احس صديقي من دمشق رن تليفون تعال نشرب قهوه، ولا صديقه من اسكندريه تعال نتمشى بدون حدود وحواجز
العالم الطبيعي، العالم اللي كان لازم نخلق ونعيش فيه في وقت تاني، في زمن موازي. اللي عم تحكيه هو الغريب اللي موجود هون تماما، لكن بحبه بده اياه. بس اليوم برلين للاسف لكثير ظروف صعبه، لكثير كوارث عم بتصير، لكثير لجوء قسري، وفي طبعا لجوء اختياري. برلين اليوم اللي بتتيح لي هالامكانيه. برلين في اصدقائي العرب اللي بعرفهم من سنوات بالشغل وبالسفر، بقدر اتمشى على النهر مع 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 صديق جاي من حلب، بقدر احكي عن 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 قصص تبعون بيروت على على قهوه مع صديقه جاي من بيروت. ففي شيء على قد طبيعي اللي انا بتخيل في حاجه كثير انسانيه فينا كفلسطينيين وفلسطينيات عايشين في 48. ومش وانا كل وقت بحس انه هذا مش طبيعي، هو طبيعي بس هذا يعني كيف. فاللهجات بتسمع، بفوت على مقهى بتسمع لهجات سوريه متنوعه، بتسمع لهجات مصريه، بتسمع لهجات تونسيه. فهذا يعني انسانيا انا بحاجه له. الشق الثاني هو العمل، يعني الصحافه الثقافيه زي ما بتعرفوا كمان، انه كثير كان مهم لي انه اروح بمدينه زي برلين اللي فيها حضور ثقافات من كل العالم، عربيه وغير عربيه، في كثير ناس بيشبهونا بقصصهن، باحلامهن، بهمومهن، فانا بكتب عن قصص الناس والاماكن والفضاءات. ما بدي افوت اكتب لازم على هالخانه، لكن انه يعني حكيت تعدد الثقافات واللغات والاجناس والعرق حتى، يعني انه بكل تاكيد في يهود اسرائيليين موجودين في برلين او في المانيا او في اوروبا ككل. تحديدا هنا كيف بيكون بيتم التواصل؟ هل هو بنفس الحديه اللي موجوده هون في هاي البقعه؟ يعني عم شو حاجه بمستوى شخصي ولا هاي، يعني بتخيل انه في على الاساس بالاساس في مجموعه يهود اسرائيليين موجوده في برلين، هم ناشطين كثير سياسيا اللي ما يتعلق بفلسطين، فدول انا بقدر احكي عنهم طبعا. يعني بالاخر في هذا الصوت العاقل اللي احنا يعني هذا بالاخر كانه في منصات تحتك فيهم مع بعض، بتشوفهم، بتحضر محاضرات، يعني هذا الشيء اللي انا بقدر احكي عنه. في تعامل قسري على يعني مجرد يعني انه بالاخر هي مدينه كبيره جدا وفيها من ناس من كل انواع، يعني بس انا اللي بقدر احكي عنه هن الرفاق اليهود اللي غير صهاينه اللي بيشتغلوا من اجل فلسطين من غير ابتذال ومن غير كليشيهات. وطبعا وفي زي ما في كل شيء بالحياه يعني، بس المهم ببرلين هي مدينه يعني مرات بتحس انه نجاعة بالك، تحس في يعني ناقصنا مرات الشعور تبع تحس براحه في مكان، تحس باقل غربه. ومرات هي بلادنا، فلسطين بلادنا، حيفا بلدنا، عكا بلدنا، بس فيك مرات لحظات للاسف لظروف تفاصيل صغيره ممكن تحس بالغربه. نعم. عم بحاول يغششني اسالك شو قصه الدي جي. بحكي على الدي جي، عن جد ولا عن طب انا كثير بربط الكتابه مع الصحافه الثقافيه ومع الموسيقى. بفكر الدي جي وبشبه الستوري تيلينج، الحكواتيين والحكواتيات. قديش فيها فلسفه هي الرؤيه. حلو انه الشيء بلش عن جد من مسحه. لما كنت في اقامه فنيه، اقامه صحافه ثقافيه في شتوتغارت من شي سنتين تقريبا، وهي الاقامه فيها فنانين وكتاب من كل العالم. فبظروف الحديث مع الاصدقاء وهيك صرت اجمع اغاني، وانا عندي شويه مخزون هيك من العالم العربي، من بلاد الشام والعراق وشمال افريقيا ومصر. فصرنا نلعب موسيقى ونرقص. بعدين هيك اجى مره بعد كم شهر صديق من بيت لحم عايش في شتوتغارت، بقول لي رشا سمعت انك دي جي؟ بقول له نعم. واصل السمعه بتنشر بسرعه حتى ببرلين. حتى بشتوتغارت يا زلمه، حتى ببرلين. يا الله. فبقول لي اسمعي، في مقهى بار بشتوتغارت لطيف، شو رايك تيجي تلعب موسيقى؟ قلت له بتعرف شو؟ يلا عليها. نحن لها. وفتحت بقى سكرت لها يعني انه بعدين وصار يعني صار فكره حلوه. ليه حكواتيين بتحس تحكي قصص بالاغاني؟ عربي يعني اللي بتشغليه يعني عربي. اكثر بحس مناطق الجنوب يعني بلاد الشام، وعم تكشف الاجانب على موسيقى اللي هي الترناتيف اكثر، يمكن اندر جراوند اكثر. بس كمان هشك بشك، يعني انا بحب الهشك بشك مرات يعني، بس بحس انه انه هي كمان باب لمين احنا، لثقافتنا، لقصصنا، لموسيقانا، للغتنا ولهجاتنا من خلال الموسيقى. في مدينه زي برلين فيها تنوع ثقافي، في احتضان ثقافي. فبتخيل انه كمان يعني كمان بلا اشياء جنوب اسيا، اشياء من ايران، يعني كمان اللغه الفارسيه حاضره، كمان شرق اوروبا. شرق اوروبا يعني كنت عم بحكي امبارح لاصدقاء انه في عندي صديق اذربيجاني اسمه جمال علي. جمال علي موسيقي منفي من اذربيجان. عملت معه مقابله من كم شهر، بقول له جمال شو مشتاق؟ ايش مشتاق تاكل في باكو في العاصمه؟ قال لي لبطيخ وجبنه. اوف. قلت له يا
هاي الناس وهاي الموسيقى. يعني كيف ما انت بصير معك مع ريحه بحر عكا بفكر. والله صح ولا لا؟ يعني احنا صرنا احنا تخطينا وقت المقابله المحدده عشان المخرج عكاوي هذا النهار برضه من عكا وبسلم عليك انا قبل طبعاً. الختام بس مجبوره اشارك للمشاهدين لانه انا كثير تاثرت بس شفت رشا داخله على الاستوديو. رشا حلت ضيفي معنا انا ودوريد باول بث في الحلقه الاولى من صباحنا غير 18/6/2015 هو اول بث لكل قناه مساواه كان ورشا كانت ضيفي معنا طبعا. غبتي عني لثلاث سنين الا ثلاث شهور بنتامل كثير نشوفك قبل مش رح نسمح لك تغيبي هلا طبعا. شكرا لكم كثير. شكرا رشا. طبعا بدنا بالختام بدنا نفهم منك شو اللي بيستنانا في مهرجان حيفا السينمائي بدورته الثالثه قريبا. ابرز الافلام اللي كانت يعني هيك بريف هيك سريع تعطينا. اليوم مثلا في محاضره كثير مهمه عن تاريخ الفلسطينيين في السينما العربيه وكمان في حوار حول السينما الفلسطينيه وقضيه مسألة التطبيع والمقاطعة رح تكون كمان اليوم في مسرح خشبي. كل أفلام مهمة. في اليوم فيلم فوتوكوبي على الساعة 6 في منجم. امبارح كان فيلم اصطياد أشباح لرائد أندوني. كان وين كان في مساحة ولا امبارح؟ اصطياد أشباح كان في الميدان. في الميدان صحيح. امبارح كان مجموعة أفلام قصيرة لإلي رزق، نايف حمود، شادي حبيب الله، مخرجين فلسطينيين كثير. حضرتيني امبارح يعني؟ طبعا حضرتك امبارح. يعني إنه يعني كل شيء حلو، كل شيء مهم. تعالوا شوفوا المهرجان. أنا بفكر زي ما حكينا بالبداية بدنا نحكي هون الفن مقاومة، الثقافة مقاومة، وهذا دورنا مش بكليشيهات طبعا، انه بس نحكي قصصنا، نحكي من احنا، نحكي عن قصص الحب بالسياق اللي احنا عايشين فيه من غير مباشره. هاي كمان مقاومه. مجرد يعني انك كيف ما انت حكيت ببدايه اللقاء تمشي بين المقاهي في حيفا تسمع الناس بتحكي سينما وبتحكي فن وبتحكي ثقافه هذا يقشعر الابدان بكل تاكيد. اوكي يعني المهرجان يعني لازم نحكي اكثر بس بتعرفي طولنا على الجماعة هيك لأنه فقرة وضفين. لو أنت المهرجان كمان مرة للتذكير وللي ما بيعرف واللي مش من هذا العالم بين أقواس لوين يدخل عشان يعرف؟ يتابع الفيسبوك حيفا إنديبندنت فيلم فيستيفال، مهرجان حيفا المستقل للأفلام، في موقع إلكتروني بالضبط. كل شيء موجود هناك في العربي، تريلرز، المعلومات. بكرة آخر يوم، اللي بعده مش جاي يروح. حيفا قريبة حتى من ناصري او الضواحي، فكتير مهم تيجي على المهرجان لانه بالاخر هذا المهرجان بيعتمد بالاساس على الجمهور وعلى بيع التذاكر والدعم. وطبعا دعم موجود بشكل خيالي، بس كل ما زاد اكثر كل ما اي حدا بيستهتر بمين احنا، اي حدا بسمينا تسميات ثانيه، اي حدا بحاول يشوه من احنا، هيك افعال وهيك مبادرات وهيك مهرجانات هو رد هو فعل. اهم انه يكون رد فعل. واليوم احنا بنقول من احنا، احنا بنحكي قصصنا صحيح. احنا بنعمل شو بشبهنا وبنخلق حيفا اللي بتشبهنا وفلسطين اللي بتشبهنا. رشا حلوه لحضورك معنا. شكرا لك. يسعد فيلن دانك.